ننتقل لفقرتنا الأخيرة ومع فتوح بوابات العام الدراسي والعودة لمقعد المدرسي تطوى صفحة العطلة الانتصافية بكل أنشطة وبتبدأ الخطوة الأولى نحو الالتزام والطموح والتميز للتفوق. أكيد نور، كيف ممكن نهيئ الطفل لمرحلة جديدة؟ موضوع مهم، يمكن كل سيدة اليوم عم تتهيأ مع بداية دخول الأطفال للمدارس والعام الدراسي، كيف ممكن نقدم لهم النصائح ونرجعهم مرة تانية بهمة ونشاط لعام دراسي جديد؟ معلومات بتهمكم أكيد رح نتعرف عليها بصباحنا غير لليوم مع الأخصائية النفسية ريم سعد. يسعد صباحك، أهلا وسهلا هلا. فيكي. صباح النور، أهلا وسهلا. يسعد صباحك. هلا. مثل ما قلنا بالبداية، يمكن مع بداية العام الدراسي اليوم الأول الفتوح المدارس، نتمنى التوفيق لكل طلابنا. في مشكلة يمكن بيعانوا منها الأهالي لما يكون في انقطاع كبير عن المدرسة وعودة للمدرسة، يعني نحن عم نحكي تقريبا شهرين شهرين ونص. تمام. كيف ممكن السيدة تتعامل مع ابنها أو تهيئه نفسيا للعودة إلى المدرسة؟ تمام. هلا التهيئة نحن يعني هي تفضل تكون أكيد قبل فتوح المدارس بمدة لا تقل عن بفترة 15 يوم. تمام. فهي بدها تكون في نظام للنوم بكير، في نظام حتى أنا لو طفلي هو أنا ما عندي نظام، الدنيا صيف وفي ألعاب وفي مشاوير، رح نكون أكثر منظمين ورح نكون أكثر الأم دائما مفروض تشتغل، يعني هنخليها شيء لقدام بالنسبه للامهات، انه انا بكل عطله المفروض اشتغل على انتباه ابني وعلى ذاكرته. الذواكر بالعلم هي كثير شيء مهم، وهي اللي بتحصل حقيقه العلم وبتثبته بطفلي لهو حتى يكون دارس وصاحب علم بالمستقبل. مع الانتباه المفروض يكون في عند طفلي مده معينه من الانتباه بتاهله انه هو يقدر يدرس ويفهم الماده العلميه. فنحن كثير بنفضل بنحكي دائما بنشجع الامهات انه بالبرامج اللي بتكون العاب الاطفال، نحن كثير عندنا برامج بتشتغل على الذواكر وعلى الانتباه، هي العاب بسيطه وفينا نشتغلها من بيئه البيت. تمام. هي كثير بتهيئ انا طفلي لانه هو يفوت على عام دراسي هو مرتاح، هو القلق اللي عنده من الشيء المجهول، نحن دائما المجهول بيعملنا خوف ايا كان، فما بالك انه انا فايت على مدرسه جديده واحيانا في مراحل انتقاليه بالنسبه بتكون للام وللطفل، هي شوي نحن خايفين او متلبكين كيف بدنا نتصرف خلال العام. فانا وقت هيئ نفسي وهيئ طفلي قبل مده معينه من الدخول للمدارس كون انا مرتاحه وهو مرتاح. طيب ريم، حكينا هيك عن المرحلة اللي بتسبق خلينا نقول بداية المدارس، ولكن احنا هلا اليوم أول يوم بالمدرسة بشكل عام، يمكن في بعض المشكلات بتعاني منها السيدات، مشكلات مشتركة اللي هي صعوبة إيقاظ الأطفال للذهاب للمدرسة بوقت باكر بعد ما تعودوا يمكن على السهر والنشاطات وما إلى ذلك. خلينا نحكي عن بعض هاي المشاكل، كيف ممكن نحلها شوي شوي؟ تمام. اول شيء اكيد يعني نطلب من امهاتنا الغالين انه شوي حيكون بالنا طويل باول فتره، ما نكون نحن شوي معصبين متضايقين متوترين انه الصغار ما عم يناموا بكير، اولادنا ما عم تقدر تنام بكير. يعني نحن بننصح الاهالي دائما انه بس يرجعوا هلا بهي المراحل بالايام الاولى الاطفال من المدرسه، انه نحن ما نخليهم يناموا هاي فتره الظهر، نستغلها بأنشطة، أو إذا الطفل كان كتير نستغلها بنشاط محبب. إحنا ممكن ناخده مشوار، ممكن نروح عجنينة، ممكن نروح نعمله ألعاب بالبيت بتخص المي، بتخص شيء معين، ممكن نخليه هو نشيط وقدران يقعد. يعني إحنا بيهمنا كتير أول فترة نكسر حاجز إنه هو ينام بهي الفترة، مش هنقدر ينام بكير، فهو حينتظم خلال يومين أو ثلاثة بالكتير إذا نحن اشتغلنا على هذا الشيء بشكل صحيح بدون ما نكون معصبين متوترين. حيفوت الطفل على المدرسه هو مرتاح ومامته مرتاحه انه قدرت شوي تنظمه، والولد بياخذ انطباع واحساس ماما، فاذا ماما مرتاحه وامورها بخير فانا مرتاحه واموري بخير، ماما نايمه منيح ومرتاحه منيح فانا حنام منيح وكون مرتاحه منيح. متوتره. أما تمام. من التوتر المدرسة. مع التوتر بيعمل معارك بالبيت، فلا ماما حتكون مرتاحه وانا حكون مرتاح، فدائما شغلنا بيكون على الام لحتى هي تقدر تشتغل على الطفل. غالبا يعني الطفل له شغل تاني، بس اول شيء ماما لازم تكون مرتاحه معنا. خلينا نحكي، يمكن كثير من الاطفال بخافوا من المدرسه، يعني احنا بنهيئ طفلنا للعوده الى المدرسه، بس بعيدا انه الطفل ما بيحب الدراسه، يعني تلاقي في بعض الاطفال بخافوا من المدرسه او عوده المدرسه. ليه؟ تمام. بدنا نحكي على اتجاهات الاهل من العلم بشكل عام ومن الدراسه بشكل خاص. غالبا اتجاهات الاهل ما بتكون كتير إيجابية تجاه العلم أو تجاه المدارس أو التحصيل العلمي، في عنا عدة مشاكل بتخص هذا المجال. فدائما الطفل هو بياخد مثل ما حكينا إحساس ماما وإحساس بابا وتوجهاتهم نحو أي شيء، فما بالك بالعلم والدراسة. وتكون توجهاتي أنا للعلم من طفلي وهو صغير
بدنا ندرس، بدنا نتعلم، بدنا نساوي. أنا دائما عم بشتغل على ابني، ودائما بنحكي إنه نحن كتير انفتحت لنا قنوات إنه نحن نقدر نقرأ ونقدر نتثقف كأمهات، إنه كيف نحن نقدر نشتغل على أولادنا، كيف نأهلهم لأنه هن يكونوا طلاب نشيطين فعالين. نحن ما بدنا كل الأطفال يدرسوا دراسات أكيد ملك الطب وهندسات، لا، دائما بنحكي مع الماما إنه أنا بدي ابني يكون مبسوط. نحن بيهمنا طفلنا يكون مبسوط بالمدرسة أكثر من إنه هي تكون على العلامة العشرة، أو لا نحن ناقصنا ربع أو نص علامة. مفروض نحن ما كتير نكون مدققين على الولد. تمام، الولد رح يعطيكي استطاعته إذا أنت عم تعطيه استطاعته. فدائما أنا اتجاهي للعلم وللتحصيل العلمي بريح كتير طفلي. تمام، وانا عم بشتغل عليه. وتعامل معه لما يكون مثلا بالابتدائي او بالاعدادي او بالثانوي، كل فئه الى وقتها. يعني انا ما فيني اتعامل مع طالب صف اول او ثاني كانه شهاده، يعني الزمه بساعات دراسيه طويله. في كثير من الاهالي بيكونوا متشددين من هي الناحيه بشكل كثير كبير. تمام، مثل ما قلت لك انه هو خوف الاهالي وقلقهم، ودائما انه لازم نحصل اعلى شيء بنقدر عليه. هذا الشيء كثير ظريف واكيد، بس ما بقدر انا اضغط طفلي. نحن الاطفال كلياتنا نحن قدرات فرديه. ما معقول انا اكون مثل رفيق ورفيق يكون مثل رفيقنا الثالث. كل واحد عنده قدرات. الام الحكيمه، امهاتنا الحكيمات، هن بدهم يشتغلوا على الولد بما يتناسب مع قدراته. تمام، هلا في عندنا شيء ثاني انه بنحكي اكثر على الاعمار المبكره او الاصغر. نحن بنخلق شويه قلق عند الاطفال بالانفصال الاول. بالانفصال، الفطام النفسي هو دخول طفل للمدرسه، هذا هو الفطام النفسي للاطفال. فتوجه الام للدرس او خوفها عليه، او هو حيكون ببيئه غريبه ما بعرف شو في جوا، ما بعرف شو المشاكل بده يتعرض لابني، رح يستشف. فطفلنا هو مرايتنا بالعاطفه. ممكن الام ما تنتبه لهي النقطه، بس هو اكيد صورتنا واخذ احساسنا بالتوجه تبع هذا المكان. بس كون انا مرتاحه وفايته مع الكادر، مو غلط ابدا انه انا فوت مع ابني على المدرسه تبعيته، يشوفني عم بحكي مع معلماته، يشوفني عم بحكي مع الاداره، يشوفني انا مبتسمه ومرتاحه وانا عم بتواصل بهذا الشيء بتواصل فعال. رح يريحه، هيحس حاله انه هو ببيئه امنه. فخلص ما في مشاكل، ماما مرتاحه انا مرتاح، لانه ماما عم تقدر تحكي معه وتتواصل معه، فانا قدران اكيد تكون بهي الفئه. اكيد كمان هون ريم، يعني فتره التهيئه اللي حكيتي عنها هي فتره كتير مهمة. ممكن كمان تصير لما بعد يكون في انتباه أكثر خلال فترة الصيف على الأنشطة اللي ممكن الطفل يدخل فيها. ممكن أنشطة هي بتحفز على العلم وتلقي المعلومة من ألعاب تفاعلية وما إلى ذلك، واستمرار هذا الشيء خلينا نقول نهج تربوي بالمنزل. يعني تمام، لاحظنا في كتير توجه حلو بالنسبة من قبل الأهالي بالألعاب الرياضية بمختلف الفئات تبعيتها. فهذا كيف من كان بيخلق التزام عند الطفل، التزام بوقت محدد، بتدريبات محددة بوقت محدد، وهي دائما عم تشتغل على الشيء اللي بخص الانتباه. فأنا وقت كون ملتزمة مع طفلي بهي الدورات وهي الأنشطة ومصرة على الوقت ومصرة على هاي الأمور، فأكيد هو بالمدرسة حيكون منظم. وطبعا خلافه أنه هو النوم بكير، ودائما في شغل على انتباهنا وإدراكنا وتركيزنا عند الأطفال. أكيد بدنا نتشكرك على وجودك معنا وعلى النصائح اللي قدمتيها للأهل، وأكيد نتمنى التوفيق لكل طلابنا اللي اليوم بلشوا يروحوا على المدارس، لأنه اليوم الأول لفتوح المدارس. نتمنى لكم التوفيق لكل طلاب سوريا في جميع المحافظات. شكرا لك يا ريم على تواجدك معنا، وأكيد نتمنى لكل مشاهدينا اللي تابعونا يكونوا استفادوا من النصائح اللي وجهتيها اليوم. شكرا أكيد لك، وعام دراسي جيد للجميع إن شاء الله. أكيد سلمى، اليوم يمكن حلقتنا كانت حافلة من انتصار منتخبنا السوري لاتحاد الناشرين السوريين ومشاركتهم في معرض بكين للكتاب، ومع تمني لطلاب سوريا التوفيق ببداية العام الدراسي. نتمنى التوفيق لكل مشاهدي الإخبارية السورية، ونوجه التحية لرجال الحق، رجال الجيش العربي السوري، لكل يوم عم نعيش معهم انتصار جديد. أكيد كمان حلمنا رح يتحقق إن شاء الله، نتمنى التوفيق لنصور قاسم بالمباريات القادمة مع أستراليا. أكيد نور، نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. وأيضا بالختام رح يبقى هالختام يحمل الأمل دائما بوجود وصمود أبطال الجيش العربي السوري على كافة الجبهات. ولكل مشاهدينا يلي عم بيتابعونا وعندهم أفكار أو مواضيع حابين يشاركونا فيها، يراسلونا عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير. تمنياتنا أنه تبقوا بألف خير، وموعد جديد بكرة. تبقوا بخير، باي باي.